مشاهدينا، يتجدد لقاءنا معكم بين فائدة وإمتاع، نفتش بين ثنايا التاريخ ولا نغض النظر عن الواقع مهما كان صعبا وأليما. فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: الرياضة في عدن واقع مشلول بفعل الحرب، والمكتبات الوطنية التاريخ المنسي، الصحفية دنيا حسين وتحديات الإعلام الرياضي. نسعى دائما لتلوين حياتنا بألوان الورود وأن نخلق مستقبلا أفضل لأجيال اليمن القادمة. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. أحيت جمعية رعاية أطفال الشلل الدماغي بمدينة الحوطة في محافظة لحج حفلا فنيا ويوما ترفيهيا بمناسبة الذكرى 53 لثورة 14 من أكتوبر. الاحتفال وبحسب القائمين عليه يهدف إلى غرس قيم الولاء الوطني في نفوس النشء، كما يمثل رسالة إنسانية للفت أنظار المجتمع لمعاناة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهمومهم الحياتية. ثمنت لجان الإغاثة المحلية في محافظتي عدن وأبين الجهود الإنسانية الكويتية في دعم القطاع الصحي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم. اللجان المحلية وخلال زيارتها لمقر اللجنة العليا للإغاثة الكويتية في عدن أكدت على ضرورة استمرارية الدعم الكويتي وجهود الإغاثة الإنسانية ليس في القطاع الصحي فقط وإنما في جميع القطاعات الخدمية الأخرى. تفقد رئيس الهيئة الكويتية اليمنية للإغاثة مباني بعض كليات جامعة عدن التي تضررت بفعل حرب ميليشيا الإنقلابيين، وناقش الوفد مع رئاسة الجامعة متطلبات المرحلة الأولى من عملية الترميم التي من المقرر أن تبدأ خلال الأسابيع القادمة، وستشمل كلية الهندسة والتربية والآداب بتمويل من الهيئة الكويتية اليمنية للإغاثة التي تعهدت أيضا باستمرار تقديم الدعم لكليات الطب البشري والصيدلة والأسنان. بعد أن كانت عدن رائدة في مجال الرياضة في شبه الجزيرة وفيها نادي تجاوز عمره 100 عام، بات واقع الرياضة اليوم مشلولا في عدن. لنتابع. لا يزال واقع الرياضة في عدن مشلولا كما هو الحال في بقية القطاعات الحيوية في العاصمة المؤقتة للبلاد. لا شيء تغير نحو الأفضل في القطاع الرياضي الذي أضحى وضعه معقدا للغاية بفعل الحرب التدميرية التي شنتها ميليشيا الإنقلابيين قبل أكثر من عام ونصف. الواقع الرياضي لا زال يعني يعاني مثل الخدمات، مثل الجوانب الأخرى يعني في حياة الناس. لا توجد رياضة بمعنى الرياضة في اليمن إن كان سابقا أو كان لاحقا، فإنما هي عبارة عن أنشطة رياضية معينة بسيطة لا ترتقي إلى العمل الرياضي للاعبي المنتخبات والنخب وحصولنا على مستويات عليا. معظم الملاعب والأندية الرياضية في عدن تعرضت للدمار والنهب خلال حرب الإنقلابيين، ومعها تراجع المستوى الرياضي لمدينة عرفت أول نادي رياضي قبل قرن من الزمان. المنشآت الرياضية في عدن تأثر بشكل كبير جدا، كثير من الأندية تدمرت. يعني تضرر بشكل كامل نادي التلال من ملعب ومن إدارة أو من مقر للنادي، والملعب تم أخذه عليهم بعد سرقته ونهبه كامل. ملعب 22 مايو تضرر بسبب أنهم كانوا يستخدموا ثكنات، تضرر بصواريخ. انهيار البنية التحتية للأندية والملاعب في عدن وهجرة الكوادر الرياضية واستشهاد بعض اللاعبين جراء الحرب إضافة إلى الفساد المالي والإداري المتراكم، كل ذلك تسبب في توقف الحياة الرياضية إلا من بعض الأنشطة التي لا ترقى إلى مستوى الرياضة إقليميا وعالميا. الأندية في عدن كالتي تنحت في الصخر، فهناك نشاطات تقيمها الأندية، هناك مسابقات، وتظل هذه المسابقات عبارة عن اجتهاد. ما فيش دعم ساخن للأندية هذه، يعادوا الأندية تتخبط، يعادوا يجي لهم قريب الدوري بأسبوع ماذا يقول لهم تعالوا في دوري بذا، لكن ما استقرار. المشكلة بالاتحاد نفسه، الاتحاد الرياضي. ما بعد الحرب هناك كثير من اللاعبين من ترك، بعضهم من ترك منتخبات كان مع تبع المنتخب اليمني، ومنهم من كان أساسي في التلال
تشكيله اساسيه كابتن يعني في انديه وكان يحب كره القدم لكن العسكري يعني اتجه الى مجال العسكره او الحرف المهنيه يعني عشان يقلب الرزق لاهله بالنهايه صار الوضع يعني متدهور جدا. تحديات وصعوبات متشعبة تبرز أمام الجهات الحكومية لإنعاش الروح الرياضية من جديد وإعادة الاعتبار للقطاع الرياضي المتعثر، وهي قد لا تبدو مهمة حكومية عاجلة لكنها في نظر الرياضيين ضرورية، ولا تحتاج سوى لجهود رسمية جادة وصادقة تبدأ بمراجعة شاملة لوضع الأندية إدارة ومنشآت ومعالجة كافة الاختلالات والقضايا العالقة. مشكلتنا احنا في اليمن ما فيش حاجة اسمها تخطيط لبعيد المدى للرياضة بشكل عام حتى نرتقي لمستوى المنتخبات. انا اؤكد لك انه كانت تصرف مليارات صندوق النشأ اللي قبل الحرب، في مليارات كانت، لكن هل تخصص من اجل تطوير العمل الرياضي، من اجل ارتقاء بالمستوى الرياضي مستوى النخبوي بعد ما نوصل لمستوى عالي جدا، او ان احنا بس نصرف من اجل ان احنا نصرف على وزاره الشباب والرياضه وعلى الاتحاد لكرة القدم انهم يعودوا بناء الانديه، بناء الملاعب، الترميم الارضيه، المنصات بهذا الشكل. اذا ترممت هذه الملاعب كلهم اللاعبين سيرجعوا يلعبوا إلى الملاعب. الدكتور عزام خليفة مدير مكتب الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية نود أن تطلعنا على واقع الرياضة اليوم في عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أهلا وسهلا بكم في مكتب وزارة الشباب والرياضة بعدن العاصمة عدن. و الحديث عن الرياضة والرياضيين ذو شجون كبيرة وكثيرة جدا، ونحن على أتم الاستعداد للإجابة عن أي سؤال يعني يتعلق في الجانب الرياضي، خاصة أنه يهم الكثير من القطاعات كانت على مستوى الشباب أو على مستوى الرجال أو على مستوى النساء. فنحن إذا تحدثنا عن الجانب الرياضي يحتاج منا إلى وقت طويل جدا لأن نحن نتحدث عن شؤون ومهام وهموم العمل الرياضي، فأنا على أتم الاستعداد للإجابة على أي سؤال، وإن شاء الله أكون أوفق في أن أجيب على الأسئلة وإن شاء الله تكون خفيفة عليه. بداية نتحدث عن واقع الرياضة اليوم في عدن. العاصمة المؤقتة عدن خارجة من حرب، ووضع الرياضة سابقا لا يخفى على أحد بأنه كان يعاني من الإهمال ما يعانيه من النظام السابق، واليوم قد جاءت الحرب لتكمل على ما بقى، وأكيد بتأكيد أن أمامكم الكثير من التحديات. لو نتحدث بصورة واسعة عن وضع الرياضة اليوم. طبعا الحرب الكارثية التي جاءت على عدن وعلى المناطق جنوبية، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى وشبابنا ونساءنا ورجالنا تحررت من عبث العابثين، كل تأكيد كان هناك إرادة قوية جدا من قبل الشباب الرياضي في أنه يعمل على إحياء ما يمكن إحياءه من نشاط رياضي بعد الحرب مباشرة، لأن كل أو معظم شبابنا الرياضي كانوا مشاركين في كل الفعاليات القتالية، أكانت على مستوى القتال أو على مستوى التمويل وعلى أساس رعاية الأسر التي نزحت، وهم طبعا هذا واجبهم وشرفونا في هذا الجانب. وهناك كثير من الشباب الرياضي استشهدوا في هذه المعارك، والكثير منهم أصيب والآن هو يعاني من أو يعالج في مسألة الإصابات التي أصيبت، وتمنى لهم الشفاء العاجل، وتمنى لشهدائنا الأبرار الجنة بإذن الله. حصلت فعاليات لتكريم الشهداء والجرحى من الرياضيين. أقول إنه أولاً بعد الحرب العبثية قام الشباب الرياضي برعاية مكتب الشباب الرياضة، برعاية المحافظة، السلطة المحلية، برعاية وزير الشباب الرياضة معالي. في البداية كان معنا الشهيد جعفر محمد سعد، وعملنا أكثر من فعالية، كان هناك فعالية لتنتصر عدن في كرة القدم، عدن تنتصر برعاية الهلال الأحمر، وكانت بطولة كبيرة جدا،
ونحن نشكر طبعا الهلال الأحمر على هذا الدعم الذي قدمه لنا في تلك الفترة اللي نحن كنا محتاجين لأن نظهر للعالم كله بأننا لازلنا أحياء، لازلنا قادرين، لدينا إرادة في مصممين على الحياة ومصممين على المسيرة الطويلة التي ستأتي بعد الحرب الظالمة. أهم شيء في الموضوع كانت الجماهير الرياضية التي حضرت لتشاهد هذه الفعالية، كانت جماهير كبيرة جدا، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الجماهير الرياضية كانت تتحدى مسألة قتل عدن أو إعدام عدن فيما فعل بها. بعد كذا يعني كان مكتب الشباب الرياضة مع الشهيد جعفر محمد سعد الله يرحمه ويسكنه الجنة، أقمنا فعالية لسن 7 سنين إلى 10 سنين في الشارع الرئيسي من حجيف إلى مكتب المحافظ، لنقول رسالة للعالم كله إن عدن لا زالت ولادة، عدن تستطيع أن تكون موجودة بإرادتها وبقدراتها وبشبابها وأطفالها. بالفعل أنا متأكد أن الرسالة وصلت، وبعد كذا وصلت العملية الدعم للفعاليات من قبل بعد استشهاد الشهيد جعفر محمد سعد، من قبل اللواء عيدروس الزبيدي، ومن قبل معالي الوزير نائف البكري الذي اهتموا اهتمام كبير جدا في مسألة كيفية تنشيط العمل الرياضي. نحن في مسألة النشاط لا نبحث عن البطولات ولا نبحث عن نجومية بقدر ما نبحث عن تنشيط الشباب وإبعادهم عن كل ما هو يعني بعيد عن الحياة الطبيعية، يعني الواقع المرير الذي يعيشه المواطن اليمني والعدني. نعم، واحد. اثنين، كما تكرمتي وأشرتي إلى أنه نحن من 1990 من بعد الوحدة مباشرة هناك كان تخطيط مبرمج لقتل الإبداع في عدن. يعني بالفعل عدن كما هو معروف إنها هي فيها نادي، هو نادي تاريخي، نادي يعني نقدر نقول عميل الأندية في الجزيرة العربية والسعودية منذ العام 1905. نعم، نقول للناس إن نحن لازلنا يعني متقدمين، لازلنا، لكن مسألة إيجاد مستويات عليا تحتاج إلى استقرار نفسي، تحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة جدا، تحتاج إلى بنية تحتية يعني اقتصادية قوية بالنسبة للبلد ككل، ثم الرياضة بشكل خاص. نعم، والجانب الأمني هو من أحد الجوانب المهمة جدا في استقرار الحياة في المنطقة بشكل عام. صحيح. عدن تقريبا تمتلك اليوم 9 أندية، هذه 9 الأندية الآن، ما هي الخطط المستقبلية لإعادة تأهيلها مرة أخرى وإعادة العمل فيها والنشاط كذلك الشبابي والرياضي؟ سؤال مهم جدا. نحن رفعنا خطتنا لقيادة المحافظة، رفعنا خطتنا لمعالي وزير الشباب الرياضة نايف البكري، وحددنا كثير من المسائل التي بحاجة إليها الأندية حتى تستطيع أن تنهض بنشاطاتها، وأهم شيء هو إيجاد مخصصات مالية لهذه الأندية حتى تستطيع أن تسير نشاطاتها، لأن في كل نادي هناك أكثر من فعالية، أكثر من نشاط، في أكثر من لعبة، وبهذا يحتاج إلى أموال. على ذكر المخصصات المالية، اليوم رواتب الرياضيين خاصة الرياضيين المعتمدة لهم رواتب، هل تصرف؟ في بعض الأندية يقوموا بصرف ما يمكن صرفه، وفي بعض الأندية تقوم الأجهزة الفنية واللاعبين طوعية في مسألة تفعيل النشاط في أنديتها، وهذا مؤشر إيجابي في أنه شبابنا بالرغم من معاناتهم المالية ولكن عندهم إرادة قوية جدا في مسألة كيفية الوجود، لأنه بعدم وجود إرادة حتى لو كان موجود الجانب المالي لن يفيد. صحيح. فكانت إرادة، والمخصصات هذه إن شاء الله بعد ما تتمكن وزارة الشباب الرياضة من تثبيت موقعها والحصول على ميزانيتها، أنا متأكد أنه بتكون هناك مردودات إيجابية كبيرة، لأنه كما سلفتي أنت وطرحتي يعني أنه أنديتنا في بعض الأندية مثلا نادي التلال الآن يعمل من الصفر، لا بنية تحتية عنده، لا ملاعب، لا باصات،
لا إدارة لا شيء، خاصة عندما ضربت موارد بعد الحرب كالقاعة وغيرها. أيوة القاعة وضربت قبل وأثناء الحرب، أثناء الحرب لأنه للأسف الشديد الإنقلابيين استعملوا ملعب نادي التلال يعني كمركز بحكم أنهم كانوا جالسين في معاشير. نادي المينا برضو اضطر شوية لأنه هناك الأمن السياسي، فبالتالي وفي بعض الأندية طبعا تحتاج إلى إعادة تأهيل زي ما عشرتي، وأنا متأكد أنه القادم أجمل وفي عندنا إمكانيات وفي عندنا يعني شباب قادرين أن يواجهوا كل الصعوبات التي جاءت. وكما قلت لك أنا في البداية أنه من 1990 كان هناك مخطط لضرب الإبداع في عدن، لأنه عدن هي رمز للمدنية، رمز للإبداع، أكان على المستوى الرياضي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الفني، على المستوى الأدبي. نعم صحيح. وبالفعل يعني ضربت لأنها كانت مستهدفة في أنها تضرب، والحقائق يعني واضحة. واضحة ودليلة نعم للجميع. ما تحتاجش إلى نعم. دكتور علمنا منكم مسبقا أن هناك مشروع لإقامة كأس رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، هل عدن اليوم مؤهلة لإقامة هذا المشروع فيها؟ شوفي في فترة من الفترات كان يقال على هل عدن يعني مؤهلة في أن تقيم كأس الخليج 20، وكان هناك جدل كبير جدا في هذا الجانب، وأقيم كأس الخليج 20 وكان من أروع الكؤوس التي ظهرت في الخليج على مستوى كل الخليج، والجماهير التي حضرت، وما كانش في حاجة اسمها مباراة قوية ومباراة ضعيفة، بقدر ما أنه جماهيرنا كلها يعني متشوقة لهذا العمل. وأنا أقول لك أنه الآن في مشروع إقامة كأس الرئيس، ومع الأخ الوزير نايف البكري مهتم جدا في مسألة كيفية إقامة مثل هذا المشروع، وهناك في تواصل مع الاتحاد اليمني العام لكرة القدم في كيفية ترتيب مثل هذا الجانب، وإن حصل بتكون أنتم أول المدعوين إن شاء الله لهذه البطولة. اليوم هل هناك علاقات وتنسيقات في بين مكتب الرياضة هنا في عدن وبين صنعاء العاصمة صنعاء؟ نحن نعتبر أنفسنا في عدن، إن نحن هنا المركز، هنا العاصمة، هنا المركز، هنا وزارة الشباب والرياضة. أي محافظة من المحافظات البلد هناك فروع للوزارة، في ناس في فروع تتعامل بإيجابية وفي فروع تتعامل بسلبية، ونحن نتعامل مع الفروع التي تتعامل معنا بإيجابية. أنا أتكلم الآن باسم وزارة الشباب والرياضة، ولكن أنا مدير مكتب الشباب، بس بحكم قربي، بحكم معرفتي، بحكم احتكاكي بقيادة وزارة الشباب والرياضة، أفهم إنهم هم مادين أيديهم لكل الفروع المتواجدة على مستوى الجمهورية. مثل ما تشرفتم سابقا وشرحتم الوضع اليوم، وضع الرياضة في عدن هو تقريبا وضع كارثي، ما وضع الميزانية المالية اليوم لمكتب الشباب والرياضة؟ جميل، يعني أسئلتك صراحة جميلة جدا. نحن في 1916 كانت الميزانية أتتنا من صنعاء، وللأسف الشديد من خلال الحرب الذي يعني أبطالنا على عدن، بنفس الوقت في الجانب الاقتصادي كان هناك حرب موجهة ضد عدن. تصوري بأننا نحن في وزارة الشباب والرياضة خصموا علينا 75% من ميزانية 2015 في 2016، وكأن المسألة عدم قدرة مكتب الشباب الرياضة لإقامة أي نشاط رياضي، خاصة وأنه إفشال متعمد يعني. متعمد جدا، ولكن هناك كانت صرفت مخصصات مالية لإقامة العديد من الفعاليات، وبالفعل أقيمت العديد من الفعاليات، حتى أننا قمنا بنشاط لأول مرة على مستوى المحافظة في إقامة بطولة لكرة السلة في ساحة البنك الأهلي في الشارع للناس العموم، وكانت ناجحة جدا، حتى هناك كان نساء يشاهدوا البطولة من خلال السيارات التي كانت تقول لهم. نعم، الإنسان الرياضي في عدن هو جزء من المجتمع ككل، ويتأثر بما يتأثر به المجتمع. اليوم بعد الحرب والأوضاع التي تعيشها عدن هذه الأيام، كيف تجد الرياضيين من الشباب؟ هو كلام صحيح أنه الرياضيين هم
نتحدث عن معنوياتهم قدرتهم على العطاء. ايوه انا بقول انه الشباب في الرياضي هو مش جزء من هو المجتمع اساسا. فنحن في تاثير كبير جدا سلبي اقتصاديا على كثير من الرياضيين، ولكن حبهم للعمل الرياضي، حبهم للنشاط، يعني تجاوزهم لكثير من الانحباطات التي حصلت، وبإرادة قوية جدا كما أشرت يحاولوا قدر المستطاع أن يقفوا على أقدامهم ويحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله. وأعتقد أنتم شاركتونا في حفل تكريم الناشئ راشد نواف الذي حقق بطولة آسيا للناشئين تحت 14 سنة، وهذا بعد الحرب مباشرة. هذا دليل قاطع إننا لن نقف، سنسير إلى الأمام. وبكرة هذه استراتيجية مكتب الشباب الرياضة عدن أجمل مما كانت. الدكتور عزام خليفة مدير مكتب الشباب الرياضة في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، إن العقل السليم في الجسم السليم، كذلك بشباب واع وصحيح نخلق وطنا سليما خال من الحروب. التمازج الحضاري والحوار الثقافي لكي يحفظ يجب أن يبقى بين دفتي كتاب، وكتاب إلى جوار كتاب يصبح مكتبة. المكاتب في عدن وتاريخها هي حكايتنا لهذه الحلقة، لنتابع. في مدينة عريقة كعدن يجد المتفحص للتاريخ سرا كامنا في أعماق المدينة أكسبها كل ذلك الإرث المعرفي والنشاط الثقافي. إنها المكتبات التاريخية التي كانت ولا زالت تشكل واحدة من أهم أدوات المعرفة ووسائلها، سواء في عدن أو في غيرها من المدن اليمنية. هذه المكتبة التي تأسست في العام 1980 وتقدم خدماتها المعرفية لقطاعات واسعة من سكان هذه المدينة المعطاءة بالإبداع. عدن ليس غريبا عليها أن توجد فيها المكتبة والصحيفة والمطبعة ودار السينما وكل الأوعية الثقافية التي ينهل منها سكان هذه المدينة الذين تربوا على أن يكونوا أدوات معرفة وعطاء لا ينضب. المكتبة الوطنية بأقسامها العديدة وما تحويها من أقسام تقدم خدماتها لطلبة المدارس الابتدائية والموحدة وطلبة الجامعة والباحثين وكل من يزور هذه المكتبة لابد وأن يمر على كافة الأقسام التي تحويها المكتبة والتي تحوي العديد من الكتب والمعارف الإنسانية. ترتقع المكتبة الوطنية بأقسامها المختلفة وتضم نحو 50,000 عنوان في مختلف العلوم والمعارف، بما فيها الكتب الخاصة بمكتبة الجيش البريطاني الذي كان مستعمرا لمدينة عدن. المكتبة مرت بمراحل عديدة في مسألة مد العطاء المعرفي للمواطن، باعتبار أن المواطن على علاقة حميمية في هذه المكتبة التي ينهل منها شتى العلوم ومعارفه التي يبتغيها من أجل استفادة الناس منها. نحن نساعد الجميع في مسألة تسهيل وصول الكتاب إلى المواطن،
لدينا عدة برامج أو عدة مبادرات تقدمنا بها على جميع المستويات من قبل من مرحلة الرياضة الأطفال إلى الابتدائية إلى الجامعة. كل هذه المبادرات كانت الغرض منها هو غرس الروح القرائية عند المواطن وخلق علاقة حميمية مع الكتاب. المكتبة الوطنية تضم مجموعة من نوادر الكتب والمخطوطات القديمة، وأمامها يجد القارئ في كل كتاب تاريخ مصغر لمجريات الأحداث، فكان لوجودها الأثر الفعال في الحفاظ على الموروث الثقافي. تشبثت ببقائها ودافعت عن دعائم وجودها لتبقى حاضرة في تراثنا الأدبي، وشكلت مخزونا هائلا من العطاء الإنساني في الفكر والأدب، فانعكس ذلك على ثقافة الأجيال وطبيعة الحياة بلغاتها المتعددة، حيث طوت بين جدرانها مسافات تاريخية من السجل المعرفي. من معين عدن الحضري تدفق ينبوع مكتبة مصوات في العام 1963 ميلادية، حيث نالت اسمها بقرار المجلس البلدي، وكانت بدايتها من مكتبة الكليبراري التي أسستها القوات البريطانية في العام 1919 ميلادية. مكتبة مصوات العديد من الإصدارات والكتب والمجلات في شتى العلوم والفنون وبمختلف اللغات الإنجليزية والفرنسية والأوروبية والعربية. تأسست في العهد البريطاني في عام 1919 كما يذكر بعض المؤرخين، والمكتبة كانت تقوم بعمل ثقافي عظيم وغير عادي، وكانت عندها أيضا مخزون أو في أرففها ما لا يقل عن حوالي ما يقارب 30,000 كتاب في مختلف الثقافات والقراءات والمواضيع والفنون والعلوم. ارتقى العمل في مكتبة مصوات إلى المكتبة المتنقلة من خلال نقل الكتب إلى أحياء وأزقة كريتر، وصولا إلى خرمكسر والمنصورة والمعلة والتواهي والشيخ عثمان، ما ولد رغبة الاطلاع وشغف القراءة لدى الناس. المكتبة كانت معنية بثقافة الجنود الإنجليز وشريحة من المجتمع، إلا أنها مع السنوات المكتبة بدأت تأخذ دور أفضل وأكبر، بدأت تدخل إلى الأحياء والأزقة في عدن من خلال العربة المتنقلة. كانت هذه العربة تحمل هذه الكتب كما قلنا بنظام الإعارة. نظام الإعارة كان شيء جميل، ساهم إلى حد طيب في نقد الكتاب من داخل المكتبة إلى أحياء عدن كاملة، عدن، كريتر، المعلة، المنصورة، الشيخ عثمان، خرمكسر. ظلت مكتبة مصوات تؤدي دورها خلال فترة عملها منذ تأسيسها وتسميتها نسبة للشخصيات التربوية والصحفية والأدبية محمد مصوات،
وتعاقب على إدارتها والعمل فيها عدد من الأدباء إلى أن تم إغلاقها في العام 1980 ونقلت محتوياتها إلى مركز البحوث. مع حلول العام 2002 تم إعادة فتح مكتبة مصوات تحت مسمى مكتبة أطفال عدن لتقتصر مهامها المعرفية على ثقافة الطفل وتنمية قدراته المعرفية من خلال كتب متخصصة تتناسب مع الفئات العمرية وميول الأطفال، وتم استحداث أقسام من شأنها إثراء الطفل وتطوير مهاراته المعرفية والتكنولوجية. المكتبات في عدن شاهدة على مسيرة ثقافية وتاريخ عريق تقدم للقارئ ثقافة حسية ومتعة وجدانية يتلمسها بين رفوف الكتب، وهذا ما لا توفره التقنيات الحديثة ومحركات البحث والموسوعات الإلكترونية بحكم الارتباط الوثيق بالكتاب المطبوع. بالكتاب يثرى العلم ويزدهر، وبالعلم وحده نخلق مجتمعا يفهم معنى الحوار وحرية الاختيار. نجاح بدأ بخطوات ثابتة يدفعه تصميم وإرادة. الصحفية دنيا حسين وجه المدينة لهذه الحلقة. اختارت طريقها نحو الإعلام منذ أن كانت طالبة في المدرسة، فالتحقت بعد الثانوية العامة بكلية الآداب في جامعة عدن وخاضت معترك العمل الإعلامي دراسة وممارسة، فكانت الصحفية دنيا حسين. الإعلام والصحافة هي كان حلم منذ الصغر. بدايتي كانت كنت من زمان، يعني من أنا طفلة أحب دائما الكتابة، وأحب كتابة تحديدا كتابة القصص، قصص الأطفال، وأحب كمان التأليف والكتابة، يعني أي موضوع يجيب بالي أكتبه. كان عندي دائما حلم منذ الطفولة إني لازم لما أكبر أصير شيء، مثلا إعلامية، أظهر في التلفزيون أو أكتب في الجرائد. كان هذا منذ الصغر. أتعزز هذا الحلم بالثانوية العامة لما اخترت دخول القسم الأدبي، رغم اني طلعت معدل امتياز وكنت من اوائل الطلاب، الا اني اخترت اني ادخل القسم الادبي لاني كنت مصره اني ادخل كليه الاعلام. طبعا برغم الصعوبات كمان اللي واجهناها في القسم الادبي، كان بعض المواد كانت صعبه، ولكن كان عندي اصرار باني اتخطي هذا الشيء واحقق حلمي. حرصت دنيا خلال دراستها الجامعية على ممارسة الإعلام مستفيدة من الانفتاح السياسي وحرية التعبير، فالتحقت بالكثير من الفعاليات الإعلامية والدورات التدريبية حباً في المجال الذي اختارت. قدمت كلية الإعلام والحمد لله كمان تم قبولي ودخلت الجامعة. طبعاً بداية دخولي للجامعة كان برضو نفس الشيء، أحاول أني أعزز هذا الحلم وأنميه من خلال كتابة بعض الأخبار الصغيرة، من خلال المشاركة بكلية الآداب. كانت أحيانا تقيم حفلات، أحيانا كان يكون هناك في عديد من الدورات، أو كان مثلا الدكاترة يطلبوا مننا قيام بعض التقارير، يختبروا كيف قدرة الطالب على هل يستحق أنه يكون إعلامي أو لا. الحمد لله اكتسبت مرحلة كبيرة واستفدت كثير من الكلية، صح أنه مش الشيء المطلوب، ولكن الحمد لله لا أنكر أني استفدت بشكل كبير في الكلية. نشأت دنيا وترعرعت في أسرة رياضية، الأمر الذي أثر على ميولها الإعلامي لتصبح الصحفية الأولى في المجال الرياضي بمدينة عدن. وشاركت كمندوبة إعلامية في تغطية فعاليات وأنشطة الرياضة النسائية داخل وخارج اليمن، وكان لها إسهامات صحفية وكتابات في مختلف الصحف الصادرة في عدن.
كانت الجانب الرياضي تحديدا، برغم انه كان في صعب انه بنت تكتب في المجال الرياضي، ولكن هذا الشيء لم يكن من فراغ. أي نشأت في بيت رياضي لانه ابي كان لاعب مع التلال، حسين فرحان كان لاعب التلال السابق، ونشأت في منزل يحب الرياضه، اخواني كمان يحبوا الرياضه، فتاثرت بهذا الشيء، كنت دائما على نقاش معه بالدوريات باللاعبين في كذا، فحبيت هذا المجال وتخصصت فيه، وكمان كنت اكتب مقالات رياضيه في صحيفه اخبار اليوم. مع اشكر كمان الاستاذ خالد هيثم اللي ساعدني وشجعني على كتابه المواضيع الصحفيه المتخصصه بالرياضه. وبعد كذا حبيت كمان انه اني اتعمق في الجانب الانساني، في الجانب الاجتماعي، مش بس اخصص هذا الشيء في الجانب الرياضي. طبعا قدمت في صحيفه الايام بعد العوده، والحمد لله كمان اشتغلت في صحيفه الايام، وبرضه تخصصت كمان في المجال هذا الرياضي. كان عندي صفحه خاصه في المراه اعمل فيها حوارات مع لاعبات، اتواصل مع اللاعبات واعمل معهم حوارات. كمان كان عندي صفحه محدده فقط برياضه المراه بشكل عام، مش بس في كره القدم، في كره الطائره، في كره التنس، في مختلف المجالات الرياضيه ولكن متعلقه في المراه. على الرغم من الصعوبات التي واجهت دنيا حسين كصحفية وناشطة إعلامية في مجتمع يصعب على المرأة تحديد خياراتها وممارسة الكثير من حقوقها، إلا أنها وبدعم من أهلها وتشجيعهم استطاعت أن تتخطى الكثير من تلك العراقيل. في دورات مثلا كانت تعرض علي اشارك فيها، في منتديات مثلا كنت اشارك في مواقع الكترونيه، كنت اكتب في مواقع، وبرضه بنفس الوقت جت لي فكره بدايه كتابه مقالات. عرضت الفكره على صحيفه اخبار اليوم وتم الترحيب الكبير بالفكره، وكان عندي يوميات هي اسمها يوميه امراه. بدات اكتب فيها خواطر متعلقه بالمراه بشكل يومي، برغم انها كانت صعبه انه شخص يكتب يوميات، يعني كان المفروض تكون اسبوعيه شهريه مثلا سنة، لكن انا كنت مصره انه يكون يوميا، والحمد لله كمان لقيت فيها اعجاب كبير، وكان كثير من الناس يتكلموا عن يعني يعطوا لي ارائهم بان شيء ممتاز وواصلي. طيب بعد ما خلصت الكليه الحمد لله برضو طلعت معدل الحمد لله انه يأهلني اني اكون معيده على قسمي، بس للاسف ظروف البلاد والاوضاع اللي نمر فيها ما يعني للان لم يتم، يعني لم يأتي لي قرار التعيين، ولكن أنا برضو مصرة على تكملة دراسة الماجستير في الجامعة. الصحفية دنيا حسين كانت ولا زالت تؤمن بأن النجاح يبدأ بخطوة ويكتمل بتصميم وإرادة، وإن الشخص الطموح لا يتعثر بالعراقيل بل يبني منها سلما للنجاح.